برحب بكل العميد تابعونا اليوم، موجودين معكم انا ورانيا. طبعا بالبدايه حاب اشكر كل عملائنا الكرام اللي دائما عندهم ثقه كثير كبيره بكل المنتجات. رانيا، هم هلا عم يشوفوا الفرصه الذهبيه، يعني كميات محدوده والعرض هذا مستمر معكم لحتى نفاد الكميه، فلازم تلحقوه وما تنسوا ابدا انه مع كل عمليه شراء بتحصلوا على ضمان استرجاع المصاري لمده 7 ايام. علشان كده احنا طبعا النهارده بنقدم عروض مميزه من عروض الفرصه الذهبيه. اول حاجه هنبتدي بيها راي الدكاتره، راي الاطباء في صحتنا، ان احنا ازاي ناخد بالنا. علشان كده بينصحنا الاطباء يوميا ان احنا نتناول 50% من الخضروات، 50% من الفواكه. طبعا دي حاجه صعبه جدا على اي ام وعلى اي اب وعلى الناس كلها. بنشتغل لفتره طويله وما بنقدرش ان احنا نتناول 50% خضروات 50% فواكه. في مننا اللي ما بيحبش لا الخضروات ولا الفواكه. احنا قعدنا نفكر في سيتروس تي في ايه الحل الامثل بالنسبه لكم عشان تحصلوا على حياه صحيه بنسبه 100%. فكرنا وحبينا ان احنا نقدم لكم النهارده عصاره، لكن سعرها يعني لا يقاوم، مش موجود في اي مكان، بس اقل سعر في سيتروس تي في واقل سعر كمان في السوق، وهي عصاره نيكاي اللي احنا بنقدمها اليوم. هتحصلوا على العصاره الاساسيه، واحلى حاجه فيها ان هي بتشتغل بتقنيه العصر البطيء اللي دايما عارفين عنها ان هي بيكون اسعارها غاليه جدا، لكن النهارده بنقدمها هي بكل المحتويات بتاعتها، الاوجر اللي بيساعد على تقنيه العصر البطيء، وهنا كمان الاسترينر بالاضافه للكونتينرز الاثنين والفرشه اللي احنا بنستخدمها للتنظيف. السعر طبعا في شغله كمان حابه الفت نظر اللي عم يشوفونا عليها، انه نحن بنعرف انه تقنيه عصر البطيء من اكثر التقنيات اللي بيستخدموها بالعصارات اللي هي بتكون كثير غاليه. نحن اليوم ليش تدفعوا كثير مصاري على شغله بتعطيكم نفس التكنولوجيا، نفس التقنيه، نفس خلينا نحكي المذاق الطيب، لكن بسعر 499 ريال سعودي. هلا رانيا، واو، 499 ريال سعودي بدل 599 ريال سعودي، بتوفروا 100 ريال سعودي وبتحصلوا على حياة صحية جميلة جدا مع عصارة نيكاي. بتحصلوا على عصائر طازجة بنسبة 100%. هلا أول شيء بدي أحكي عنه هلا هو عملية الصوت، العصارات المزعجة اللي يمكن على فكرة سعرها أغلى من سعر الجوسر اللي احنا مقدمينه اليوم، صح، لكن صوتها بيكون كتير مزعج. جاهزة رانيا؟ صح، جاهزين. اسمعي هيدا الصوت، سمعين الصوت قد ايه مزعج؟ تعالوا نسمع صوت نيكاي ونشوف الفرق الكبير جدا. اول ما انا بشغل نيكاي، استني بس هاي لحتى تجهز، وحتى كمان بتهدى في وقت طويل. هنا بنسمع الصوت بتاع نيكاي، بنشوف قد ايه الصوت رائع جدا. واو، عن جد ده اللي احنا بنسمعه، مفيش اكتر من كده. طب يلا ودلوقتي بنشوف التحدي مع بعض، الفرق طبعا اكيد بعدين عصير الطماطم. بنشوف نيكاي قد ايه سهله جدا في الاستخدام، وايضا الفرق في اللون، وطبعا بنشوف هنا المس او الدوشه اللي ممكن تحصل مع كمان العصاير ان هي بتتناثر في كل حته. احنا مش عايزين ده تماما، طبعا عايزين انه نيكاي تدينا النتائج الرائعه اللي احنا بنحصل عليها، وكمان بنحط كميات كبيره جدا وبنحصل على العصاير بنسبه 100% عصائر طازجه، وكمان بنحفظ كل المكونات وايضا القيم الغذائيه الرائعه. واو رانيا، بدي اياكي تشوفي يعني شوفي هون قديش، يعني معقوله الست بدها تنظف مش بس العصاره، لا راح تنظف المطبخ كلياته. مظبوط، لكن هنا بنشوف الفرق طبعا نيكاي قد ايه احنا بنقدر ان احنا نحصل على نفس لون الطماطم الرائعه اللي انتوا بتشوفوها دلوقتي حالا، وهنا بنشوف الفرق. بنقدمها دلوقتي بنشوف الفرق، انه طبعا الانزيمات كلها بتروح تماما مع العصارات العاديه، بفضل انه طبعا فيها الشفرات اللي بتطير كل الانزيمات، ودي الحراره اللي هي مش بتكون مناسبه. لكن هنا طبعا بنشوف انه نيكاي قد ايه نفس تقنيه العصر البطيء رائعه، وانه اللون الاحمر هو نفس لون الطماطم. القيم الغذائيه بنسبه 100% بتحصلوا عليها مع نيكاي. صحيح. واو. والفوائد تبع عصير الطماطم لا تعد ولا تحصى. فوائد عصير الطماطم زي ما بنشوف فعلا لا تعد ولا تحصى، هتقول لنا عليها ميسة. هلا راح نشوفها مع بعض. طبعا احنا بننصح كل الاشخاص ان هم يستخدموا عصير الطماطم لانه هو منشط ومفيد للجسم، وبيساعد للاشخاص اللي عندهم فقر دم وكثير من الاشياء المختلفه. رانيا هلا بقى بنعرف ان هي كثير الها بالفتنس، وهتعطينا هلا التبس تبعها. شو عندنا؟ التبس تبعنا اللي احنا بنعملها دلوقتي لكل اللي حابين هم يعملوا حميه غذائيه، ان احنا بنشوف قد ايه طريقه الاستخدام حلوه لنيكاي جوسر، وكمان هنا بنعمل عصير الديتوكس اللي بيساعد كل سيده
وكل رجل ان هو يبتدي حميه غذائيه رائعه. كمان انا حابه الفت انتباه كل اللي عم يتابعونا، مثل ما شفتوا نحن مع نيكاي جوسر عم نستخدم خلينا نحكي كل انواع الخضروات، سواء كانت الورقيه سواء كانت الخضروات الناشفه الطريه، فواكه خضروات، بنقدر نستخدم كل شيء لانه بنستخدم تقنيه العصر البطيء. زي ما انت بتشوفي هنا مثلا انا بحط التفاح، بستخدم البوشر على طول بمنتهى السهوله، العصاره قويه جدا. العصير عم يطلع من هون شايفينه، وحتى كمان مين يتخيل ان نقدر ان احنا نقدر نحط الكرفس. الكرفس اللي عارفين ان هو طبعا بيكون قاسي جدا، بنشوف انه بمنتهى السهوله بتقدر تطحنه الاوجر او الموتور. رانيا بس كمان الكرات وعايزه كمان الفت انتباه اللي عم يتابعونا انه شايفين هون عنا هيدي الرواسب اللي عم تطلع او هيدي القشور بتكون خاليه تماما من العصير، مهما عصرت مهما شديت ايدي ما في ابدا اي شيء بيطلع، لانه 100% بنكون نحن حاصلين على كل خلاصه العصير. هنا كمان الفوائد اللي احنا حاطينها طبعا قد ايه رائعه زي ما انا قلت، بس بنحط الكرفس، بنشوف حتى انه الكرفس قد ايه بيكون صعب جدا، ما نقدرش ان احنا حتى نكسره بمنتهى السهوله، لكن هنا على طول حطينا البروكولي، حطينا كمان التفاح، والفوائد هتكلمنا عليها ميساء. شيء طبعا رح نشوف هلا الفوائد تبع عصير الديتوكس. مثل ما شفنا عصير الديتوكس بيساعد الجسم ان هو يتخلص من السموم، يتخلص من كل المشاكل اللي بتكون موجوده بالجسم. هون العصير صار عندنا جاهز. كمان رح اخبر كل اللي عم يتابعونا شغله كثير مهمه، نيكاي سلو جوسر عم يقدم تقنيه، هيدي التقنيه هي نفس التقنيه المستخدمه باغلى انواع الجوسرز، نحن اليوم بنحصل عليها بسعر 499 ريال. يمي يمي سعودي فقط، يمي يمي. واللي احنا عايزين نبينه دلوقتي انه بجد ما فيش اي حاجه بتتبقى، ان احنا بنحصل على القيم الغذائيه وفي نفس الوقت كمان ما فيش اي كتل، ما فيش اي بواقي موجوده. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا 1 2 3. هلا رانيا عم تستفيد بكل الخواص اللي حكينا عنها. ما ننسى انه نحن عم نقدم اليوم بالفرصه الذهبيه كميه محدوده على عرض جدا مميز، 499 ريال سعودي. ارقام دائما بتشوفوها باسفل الشاشه، هيدي هدية مناسبة لكل ست بيت، فإذا الرجال هلا عم يشوفونا ونشوف إنه ما فيش أي حاجة اتبقت تماما في الكوباية، فيش أي كتل، ما فيش أي حاجة، يعني حصلتوا على كل القيم الغذائية. يلا بقى بنسبة 100% مع نيكاي جوسر. قد إيه عرض رائع جدا، بنفكركم بالسعر مرة تانية، بتحصلوا على نيكاي جوسر بسعر رائع وهو 499 ريال سعودي بدل سعر 599 ريال، يعني بتوفروا 100 ريال سعودي. وقد ايه عصير الديتوكس كان طعمه فعلا رائع وحلو قوي. كمان هون نحن عنا عصير تاني هو خشاف اكشلي، هلا خلينا نشوف مع بعض كيف رح نعمله. اول شيء رح نحط البرتقال. رانيا هنا بنشوف طبعا انه احلى حاجه تقنيه العصر البطيء اللي احنا بنتكلم عنها، وهو بفضل الموتور اللي هو الاوجر اللي احنا بنتكلم عليه، هو ده اللي بيساعد على انه يطحن كل المكونات اللي احنا بنحطها مهما كانت قاسيه، المكسرات حتى الكرفس وغيرها والجزر وغيرها من المكونات اللي بتكون قاسيه نقدر نطحنها بمنتهى السهوله. والحلو ان تقنيه العصر البطيء هي اللي بتساعد على ان هي تحفظ كل المكونات وايضا القيم الغذائيه الموجوده في الخضروات او الفواكه اللي احنا بنتناولها. عارفين طبعا ان كل الاطفال ما بيحبوش ان هم ياكلوا اي فواكه، لكن هنا بنعمل خشاف البرتقال مع الجزر، بنشوف انه قد ايه حلو، يعني حتى الحلويات نقدر نعملها مش بس العصائر. وطبعا نيكاي سلو جوسر بتساعدنا على ده، والاحلى من كل ده السعر اللي احنا بنحصل عليه اليوم 499 ريال سعودي، وبنوفر 100 ريال سعودي. الفرصه الذهبيه فرصه حصريه تستغلوها دلوقتي حالا وتحصلوا على عصائر من خضروات وفواكه بنسبه 100% طبيعيه. واو، يعني بقى كده عندنا جاهز الحلويات، ان احنا بمجرد ما احنا حاطينه بالشكل ده نقدر حتى ان احنا نغلي حاجه بسيطه او نحطه في الثلاجه، وبيبقى عندنا خشاف البرتقال بالشكل الجميل ده. وشايفين انه طبعا عصير البرتقال قد ايه بيكون رائع، بينقي الجسم من السموم، وطبعا كل حاجه بنعملها ليها فايده للجسم، يعني مش محتاجين ان احنا طبعا احنا ناكل اي خضار او فواكه. نيكاي جوسر الحل الامثل. هلا راح انتقل معكم اوكي لعصاير ثانيه، وعم نعمل تحديات اكبر، كون ان احنا عم نستخدم انواع مختلفه
او من الخضروات والفواكه قساوتها مختلفه رانيا. صح مظبوط، علشان كده احنا النهارده كل الاشخاص اللي حابين ان هم يحصلوا على الوصفات الرائعه اللي تخليهم يحصلوا على حياه صحيه، انت اطفالك العيله كلها تقدري تجيبي النكاي سلو جوسر عندك في البيت، تعملي عصائر صحيه لجوزك، عصائر صحيه لاولادك وليكي شخصيا. وهنا لمرضى السكر احنا بننصحهم بالحميه الغذائيه الجميله دي، انه عصير بس بيحتوي على التفاح، الجوافه، كمان المكسرات، وايضا البنجر او الشمندر. بنشوف الفوائد اللي احنا بنحصل عليها هنا مع عصير مرضى السكر، انه كل المكونات اللي حطيناها بتعمل فوائد كتير عندنا ازاي. وهنا بنشوف انه الجوافه بتنقي الجسم من مرض السرطان، الشمندر بيساعد على ان احنا طبعا نحصل على بشره نضره. وهنا خلص الجوس معانا رانيا، شوفي العصير. والحلو انه الناحيه الثانيه القشر، يعني انا بنشوف انه القشر طبعا ما فيش اي حاجه، اي ترسبات، خلص عندنا العصير. إيه نقدر ان احنا نقدمه بمنتهى السهوله، وفي حتى كمان الجوافه. وهنا بوري انه الترسبات اللي طلعت القشر اللي هي خاليه تماما من اي عصاره، ودي القيمه الغذائيه اللي انتم بتحصلوا عليها بنسبه 100% مع نيكاي سلو جوسر بعرض رائع جدا احنا بنقدمه اليوم، وهو 499 ريال سعودي بدل 599 ريال، يعني بتحصلوا عليها بسعر رائع جدا، بتوفروا 100 ريال سعودي. وهنا شايفين اللون، واو اللون بيجنن. اوكي، وطبعا مثل ما شايفين انه خلاصه 100%. اوكي، هلا راح انتقل مباشره للعصير اللي انا عاملاه لنفسي. اوكي، انا معاكي. هو اكشلي مربى. انا طالعه قاعده يعني بصراحه بقدم وبتبسط وبستمتع بالعصاير. وهنا بنشوف طبعا انه قد ايه عصائر كتيره حلوه نقدر نعملها، مش بس الحلويات والعصائر، نقدر كمان حتى نعمل مثلا المربى. يعني هنا احنا بنعمل عصير التوت وكمان عصير العنب، بناخد الخلاصه بتاعته ونقدر نعملها بمنتهى السهوله عصاير مربى. مش بس كده، كمان نقدر كمان انه كل العصائر اللي احنا بنعملها حتى لو اطفالنا صحيح. مش حابين ان هم طبعا يحصلوا على الخلاصه بتاعه العصائر، نقدر ان احنا نعمل لهم بمنتهى السهوله مامز ريسيبي، انا بسميها هي دي وصفه الامهات. تقدروا تعملوا لهم ايس كريم بعصائر طبيعيه بدون اي مواد صناعيه، بدون اي سكريات، وبتحصلوا عليها بطريقه رائعه جدا. وشوفي اللون البيربل اللي هو البيور للتوت قد ايه رائع جدا وحلو، ونقدر ان احنا نعملها مربى في نفس الوقت. مربى يعني كل اللي علينا نعمله هو بشكل سريع هنفرجيكم كمان الطريقه، انه قديش فيكم تحطوه على النار. اوكي، وعلى طول تقدروا واو. واحنا بنشوف كمان انسرت ما بعد نقدر نشوف ان احنا قد ايه نحصل على نتائج رائعه. وحتى لو احنا اخذنا الجوس اللي عملناه نحطها على نحط معاها السكر وبنحطها على الغاز، وبنقدر ان احنا نعملها مربى. يم. نحن اليوم قدمنا لكم نيكاي جوسر ضمن الفرصه الذهبيه كميه محدوده على هذا العرض. اليوم نحن مقدمين لكم افضل التكنولوجيا اللي توصلوا لها في مجال العصر لحتى تستفيدوا من كل الفيتامينات والانزيمات بسعر 499 ريال سعودي. واو. في كثير جوسرز بالاسواق فوق الألف، ليش تدفعوا هذه المبالغ اذا انتم اليوم عم تحصلوا على نفس التقنيه بسعر مثالي؟ نحن عم نحكي عن براند جدا معروف عالميا وتكنولوجيا نيكاي هو الحل لكم لحتى تحصلوا على حياه صحيه. فعلا لو بتدوروا على العصائر الثانيه هي او العصارات الثانيه بتكون طبعا اسعارها غالي، ده الفرق ما بين مثلا مرسيدس او هيونداي، لكن انتم ليكم الاختيار في الاخر. بنقدم عصاره اقل سعر في سيتروس تي في، اقل سعر في السوق ب 499 ريال سعودي، وبتوفروا 100 ريال سعودي. استغلوا الفرصه دلوقتي حالا واتصلوا بينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه واحصلوا على عصاره نيكاي. للطلب والاستفسار اتصلوا بالارقام المرادفه لبلدكم على مدار الساعه او زوروا موقعنا citrustv.com. يمكنكم ايضا الطلب عبر التطبيق على ابل واندرويد.